بيت وريكو واحد المشا تقولوا لي ما تعرفوا شو الدراري انزلوا واحد احنا قاع سيتي في فيزو في فيزو دير فيزو الطوط جريفات يا هو الحاج وكاين شي حوت لا والو والو لا فاميلي زامي واش عليكم يا ربي تكونوا كاملين زيان تكونوا كاملين بخير صحيح تكون موتيفي لا بوزيتيفيتي عندنا ديما بلان انرجي بلان باور ديما بخير والله الا بخير يا ربي تكونوا مزيان اليوم واحد جورني سبيسيال ماشي جورني سبيسيال غير حنا شادين السور لي جورني ديالنا كاملين سبيسيو بخير ترونكيل موتيفي وحق الله لي العظيم فاقين الصباح بخير زعما كاين بخير ماشي والله يتمشوا فوالا اليوم غادي نمشيو لواحد البلاصه اللي هي يا من بين المعالم ديال الرباط اللي هي صومات حسان كيما تشوفوا هنا البحر نورس الاتواش لي زوازو لاي بي 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 فوالا غادي نمشيو ان شاء الله نشوفوا صومات حسان مي غنمشي ندير واحد كافي بعدا كاين قبل من نديروا الصومعه وغنشوفوا كومون سا سباس تما ونشوفوا الصومعه امتى تبنات ونهضروا بزاف ديال الحوايج غنهضروا شحال شحال من حاجه في الرباط وغنديروا بزاف ديال الفلوغ اللي باقي ما تابوناش خاصو يتابونا اميشو تابونا كاين ابوني وكاين نوتيفيكاسيون باش يوصلك ديما الجديد باقيين حنا يلا يلا حنا لسه من اولي هادي هادشي داكشي ما يصري انا يلا طالعين ان شاء الله وباقي لي فيديو جداد وباقي لي كونتوني وباقي بزاف ديال الحوايج جداد ان شاء الله غنحاولوا نبارطاجي معكم كلشي ان شاء الله واللي عجبو الفيديو يبارطاجي واللي ما عجبوش يدير اللي عجبو يدير لايك واللي ما عجبوش يدير ديسلايك فوالا لي كومونتير ديالكم وميرسي لكم كاملين وتبعوا الفيديو ويا ربي يعجبكم سلام عليكم الجو البحر بخير تبقى كالم البحر زوين الحاج ياك حرك لي كرجي كاجي عليك شي تبقى هناك نمشي نمشي لعند ديك الخليجه فلوس الحاج كانت فلوس سيدي حق الله العظيم من الدولة دبي جارك ليه صعب كل شيء جو لا فاميلي زامي احنا وصلنا بخير الضريح نشوفوا الضريح هو الاول ما عرفتش واش يقدروا يخليونا نصوروا ولا ما يخليونا نصوروا شوفوا الضريح هذا نمشيو نشوفوا الصومعه هذا هو الضريح كنا وين نصليو مي اشوف شحال يجيك هذا الضريح شحال ويلي انا يجيبك الحاج هذا هو الضريح هذا لوين نصليو مي صلاة فالات مرة أخرى نصليو في الدار الضريح ها فاميلي زامي واش عليكم يا ربي تكونوا كاملين مزيان فوالا هادي الصومعه ديال حسان امتى تصاوبات هاد الصومعه ديال حسان صاوبات 97 ولكن ماشي 1997 صاوبات 1197 اللي صاوبها
سيدها يعقوب المنصور في عهد الموحدين. فوالا صوبوها بالرمله بالقبص بالعود. طلعت في عام من 1197 حتى 1187 اللي كانت 533 هجريه. فوالا كما كانت تشوفوا بحال هكا، كانت ديك الساعه هي المعلمه التاريخيه اللي معروفه بالرباط بزاف، وكانت هي الصومعه الاولى اللي كاينه في الرباط، اللي الرباط معروفه بها، وكانوا الناس تيشهروا بها بزاف. مولي الرباط الناس اللي ساكنين في الرباط يشهروا بها بزاف قبل ما يكون الضريح وقبل ما يكون بزاف الحوايج. فوالا هي هذه صوبوها بزاف ديال الناس بهذاك العهد، العهد ديال الموحدين. فوالا كما تشوفوا طلعت بحال هكا، ولات دابا معلمه سياحيه تاريخيه عالميه، كلشي تيعرفها. الرباط باش معروفه، معروفه بزاف الحوايج، ولكن اهم حاجه هي هاد الصومعه ديال حسان. فوالا يا ربي نكون عطيتكم شي حاجه مفيده وصافي، داكشي اللي عرفتو اللي بحثت عليه. فوالا كيما شفتو صورت لكم، هضرت لكم شي شويه على الصومعه ديال حسان اللي معروفه بها الرباط. شفنا الضريح، صورنا لداخل، صورنا. فوالا سال الفلوق دابا، سال الفيديو، سال لافورماسيون اللي عطيتكم. يا ربي يعجبكم الفلوق، اللي تابونا دير جيم بارطاجي، اللي ما تابوناش ابونا نوتيفيكاسيون بارطاجي لي لايك، دعمونا شويه الموتيفاسيون شويه لا بوزيتيفيتي باش نزيدو لقدام. طلعوا اوغمونتي وحنا ديما معكم، وديما باقا الحيحه باقي بزاف د الحوايج. ويا ربي يعجبكم الفيديو، ونخليكم مع هاد الفيديو سينيماتيك. يا ربي يعجبكم، السلام عليكم. Oh,